أسعد الله مساءكم بكل خير. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالوتر خيرا، وجاء عند الإمام أحمد: من لم يوتر فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. فلما سئل عنها صلى الله عليه وسلم قال: الوتر. في هذا المقطع سأخبركم عن صفات للوتر، والمراد بالوتر هنا ما يختم به قيام الليل وليس عموم قيام الليل. هناك صفات أنا أعرف أن الكثير ربما يسمع بها لأول مرة، والبعض منها صفات مهجورة، فهنيئا لمن أحيا صفة من هذه الصفات ولو مرة واحدة في حياته. ما هي الصفات؟ على بركة الله. أقل الوتر ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات، ومن أراد أن يختم قيام الليل أو أن يوتر بـ3 فله في ذلك صفتان: إما أن يسردهن سردا 3 متصلة، أو أن يصلي 2 ركعة ويسلم ثم يوتر ويسلم، كلاهما صحيح ثابت. فإن أكرمك الله